رفيف مشروع استثماري نوعي، والمرأة هنا هي وحدها سيدة الأعمال. لفت انتباه الكثيرين كونه المشروع الذي يضم نساء لهن ظروفهن الخاصة من نزوح أو أسر تأثرت من سعودة الوظيفة في المملكة السعودية. نشاهد. أنا طبعا كنت مغتربة في السعودية، أنا وعيالي وزوجي روحنا مع السعودة، عيالي مواليد السعودية عندي 3، فقط خلاص يعني السعودية ما تدومش يعني الغربة، ما مهما كان واحد بلده بلده. فالحمد لله أخذنا محل، تقريبا هذا المحل الثاني، وكله فساتين بس الأفراح وسهرات، وفي يعني الحياة ما شاء الله مستمر، الناس تطلع وتشتري ونؤجر ونبيع، الحمد لله ماشي الحال، يعني حرية ما فيش قيود علينا، كنا هناك مقيدين. أنا عشت 30 سنة في البيت، ما أقدر أتحرك ولا أقدر أشتغل، ممنوع أجنبية، لكن هنا في بلدي لا يقول لي فين هوية ولا أشتغل، الحمد لله حرية. هذا أول استثمار لنا بالنسبة للحريم سيدات كله، إن شاء الله مشاريع أكثر. رفيف ستايل للتجميل للسيدات، وإن شاء الله يكون أكبر وأكبر مركز إن شاء الله على الجمهورية كامل إن شاء الله بإذن الله. هذا هو حلمي، إن أنا أكون معي مركز كبير، وهذا المشاريع الآن اللي سويناها حضننا سيدات الأعمال كامل على أساس نعمل مركز كبير يكون داخل تعز برغم الحروب اللي الآن إحنا موجودين فيها، وإن شاء الله يوفق السيدات كامل بإذن الله الرحمن الراحمين، لأنه رغم الظروف الآن والحرب الوضع اللي إحنا فيه به، مع ذلك ندعم أنفسنا من أنفسنا، كل واحدة تدعم مشروعها من نفسها، ومع ذلك نحاول نطور مشاريعنا إن شاء الله بخير وعافية. طبعاً البداية كانت متواضعة جداً، تعرضنا لفترة من الفترات فترة صعبة، كانت فترة نزوح، نزحنا إلى إحدى المحافظات، فطبعاً فقدنا أموالنا، فقدنا بيتنا، فقدنا أشياء كثيرة، وكانت فترة صعبة جداً، يعني كنا نمتلك مهارة يعني بسيطة، نحن نصنع الاكسسوارات، وعندنا اهتمام بالمواد التراثية يعني، واختي طبعاً اختي منال، فحاولنا قلنا ليش يعني من نبدأ نحول هواية إلى مهنة. بدأنا بأشغال بسيطة لاقت قبول عند أصحاب المناطق هذيك، وبعدها كان في شيء يعني إلمنا، كانوا البعض بالمناطق هذيك مناطق النزوح يقولوا لنا بنتعز بيشحتوا بالجولات، لكن احنا تحدينا الظروف وجعلنا من مواهبنا وما نمتلك يعني من أشياء بسيطة حولناها إلى عمل، والحمد لله لاقت قبول، لأن حاولنا نتميز يعني مثلا القطعة التراثية اللي كانت تلبسها المرأة في تلك المناطق نحن طورناها، يعني ما خلناش القطعة كما هي، أضفنا لها لمسات تعزية، لمسات عصرية، فلاقت قبول. بعدين انتقلنا إلى تعز، وطبعا نحن نشكر الأستاذة أروى العمري مدير إدارة الأعمال بالغرفة التجارية، احتضنتنا، وكانت عندما يحصل بازارات ومناسبات كانت تجمعنا. أنا نازحة من الحديدة، وأجيت هنا بتعز لي سنة 3 شهور، حاولت أدور أكثر من مرة شغل وكذا، بس في ظل الوضع الحالي ما حصلت شغل يعني مناسب وكذا، فاتجهت إلى أن أسوي مشروع خاص بي، واشتركت مع الأستاذة هدى في إعداد هذا المشروع حتى أطور من نفسي ومن دخل الأسرة. الرجال في المتارس والجبهات، والمرأة في سوق العمل تغطي نفقات المعيشة، إذ يعد هذا المشروع ومصدر دخل للأسر التي تضررت من الأوضاع الراهنة أو انشغل أربابها بالرباط في الجبهات. مركز رفيف ستايل، المركز الأول في تعز السيدات، يحتوي على 17 مشروع. كانت صاحبة الفكرة الأستاذة القديرة هدى، احتضنت عدد من المشاريع، هذه المشاريع كانت قائمة في البيوت، والآن افتتح أول مركز في محافظة تعز غطى احتياجات المرأة العصرية. تعز اليوم تحتفل احتفالين، احتفالات في جبهات تعز واحتفالات داخل المحافظة بنسائها، رجالها مصارعين في حدود تعز، وسيداتها تحتفل بنهضة مشاريع في، وكانت الرعاية الرسمية هي إدارة سيدات الأعمال التي احتضنت الرعاية الرسمية لهذا المشروع. احنا اليوم في افتتاح مركز ستايل رفيف، المركز الأول من نوعه في محافظة تعز، كمركز نسائي متخصص ومركز نسائي ومستقل. عدد المشاريع في المركز 16 مشروع نسائي بجهود نسائية بحتة، تحاول سيدات أعمال تعز أن يضعن بصمة في ظل الوضع الحالي
في ظل الحصار على تعز، في ظل كل هذه الضغوط التي تواجهها تعز، ولكن نساء تعز يأبين إلى أن يضعن بصمتهن في هذه المحافظة. في بلادي حاليا من حصار ومن حروب، من حصار فكري اللي كانوا هم يعني يتوقعوا أنها قد يكون بحصارهم أن بتتهدى البلاد، بس حاولنا نحن بأفكارنا أن ننهض بلادنا. رجالنا في الجبهات، ولكن نحن نساء تعز حاولنا أن نبني بلادنا داخل فكريا وثقافيا. نحن سعداء اليوم بافتتاح هذا المشروع في تعز. هذا يثبت للناس ويثبت للأمة أجمعين أن تعز أبية أن تبقى كما هي. والحمد لله، الحمد لله المشاريع في تعز تزدهر وتكبر أكثر وأكثر، وهذا شيء يسعدنا جدا. هكذا تتكامل الأسرة في تعز، فالمقاومة للمرأة في سوق العمل لا يقل أهمية عن المقاومة في المتارس وخطوط التماس.